امرأة أدت العمرة طافت وسعت وقبل التقصير استعملت البخور، فما الحكم؟ إذا كانت ناسية أو جاهلة ليس عليها شيء، أما إن كانت متعمدة لشم البخور يكون عليها فدية، وهي مخيرة، إن شاءت صامت 3 أيام، وإن شاءت أطعمت 6 مساكين من مساكين الحرم، وإن شاءت ذبحت شاة في مكة ووزعتها على مساكين الحرم.